فرقتكم اللي طبعا سعداء بالنتيجه لغايه دلوقتي. عرضيه في منتهى الخطوره يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول جول. ابو سليمه ابو سليمه ابو سليمه، ادي اللعيبه كده اللي حاسين برضو النهارده ان المدافعين وادي الاحتفال، هتفضل فلسطين في القلب وعلى الاعناق. انما ابو سليمه بضربه راس يسجل هدف التعديل في الدقيقه 81. 2-2، اربع اهداف النهارده في لقاء قلت من بعد ربع ساعة في الشوط الأول، لقاء جيد جدا. المؤشرات كانت بتقول لنا كده، وفعلا اللعيبة ما خذلوناش بالأداء والأجوان اللي سجلوها، برضه الدفاع واقف ومحدش طلع مع أبو سليمة وطلع لفوق وحطها منتهى الجمال والروعة، الهدف الثاني لنادي الاتحاد. أبو سليمة يسجل بعد ما عدل النتيجة وقربها اللاعب بنيامين بواتنج مع نهاية الشوط الأول، يقدر أبو سليمة يسجل الهدف الثاني لفرقته. 2-2.